عارف الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ مش عارف يعني هو ايه ده. انا هقول لك بقى، الجهاز اللي انت قاعد عليه ده اسمه جهاز كشف الكذب. ماشي. هو متوصل بكل مخك وبيقرا كل افكارك. ماشي. هتكذب هعرف، وهينور احمر. هتقولي الحقيقه هحبك وهعرف، وهينور ايه؟ اخضر. الله ينور. هنبدا وعايزين نركز. اسمك ايه؟ اسمي آسر. برافو. عندك كم سنه؟ عندي 5. اللي هم كام؟ 5 years يعني 5 سنين. برافو. انت مرتاح ولا قلقان؟ مرتاح. قلقان. تحبي بنات بقى في المدرسه؟ لا. طب وهنا؟ انا خصماني. خصمك؟ يعني انت لو صالحتك هتحبها؟ هي هنا بتحب ادم؟ لا، بس هي بتحب اعرفك. معلش، ممكن تقول ايه دلوقتي لهنا وادم؟ ممكن اقول لهم بشكر. بتشكرهم؟ ايه الاغنيه اللي ممكن تغنيها لهم في اللحظه الضعيفه اللي انت فيها دي؟ الفار والقط. بحب الفار والقط. غني لهم الفار والقط. الفار والقط الاتنين دول دايما مختلفين طول السنه الاربع تسوم اركو فار شمال ويمين. هو ادم رفيع مش كده؟ افتكر ده السبب اللي مخليها تسيبك؟ صغير بس رفيع. وانت؟ انا مش رفيع، انا تخين. اسمها كلبوز. كلبوز دي حاجة حلوة على فكرة. عشان باكل كتير. تاكل كتير ليه؟ عشان ببقى جعان. ايه اكتر حاجة بتحبها في الاكل؟ بحب التورتة. ولا الجاتوه؟ الاتنين مع بعض. بحب الجاتوه والتورتة. انا ايه بقى؟ انتي رفيع. انا رفيع؟ ليه؟ انا ايه؟ قول عادي. ادي. قول. بص. بصي. انتي كلبوزه بس رفيع. تمام. ميرسي. انت بتحب مامتك اكتر ولا باباك؟ بص انا بحب ماما. بتحب ماما اكتر ولا صلاح؟ صلاح بيخوفني، ما بحبوش. انا بحب ماما بس. صلاح بيلبس الوش وبيخوف. في اي اسرار مخبيها عليا؟ انا مخبيها على صلاح. ماما لما بتجيب لي شاورما انا بخبيها. لو ما تخافش وعلي صوتك. انا وانت ايه؟ صحاب. كم اول لما بيجي عندنا صلاح انا بخبي الشاورما، هو يدخل بقى براحته. بتخبيها تحت السرير؟ لا، بخبيها في الشنطه. في الشنطه؟ فدي الحاجه اللي انت مخبيها عليا. وايه تاني؟ قالين الصغيره لما بطلع بحاجه او لعب بتاخدها مني، بتقول لي دي تحت لينا. هي رزله صح؟ لينا دي. فك الحاجات دي وتعالى سلم عليا، عشان انت كسبت في الفقره دي لانك كنت صادق وجميل. بصي يا جنى، احنا دلوقتي في غرفه العلوم، عايزين نعرف مدى مستوى ذكائك. انت حاسه نفسك انك ذكيه ولا غبيه؟ لا انا ذكيه. برافو عليكي، وده اللي احنا هنكتشفه دلوقتي مع بعض. بس عايزه اقول لك يا جنى ان في الاختبارات اللي جايه في فوقيك الجردل موجود فيه ميه متلجه، لو جاوبتي صح الجردل ده هيترفع لفوق، اما لو جاوبتي غلط للاسف الجردل ده هينزل دش عليكي. اوكي؟ هينزل ايه؟ بالظبط. بصي دلوقتي هتحاولي تعدي دي من هنا، اوكي؟ وانت مخليه بالك انها ما تلمسش، علشان لو لمست انا بتكهرب. ماشي؟ ماشي. خلي بالك عشان كل ما بتلمس انا بتكهرب، بس هتعديها من هنا وانت بتقولي ايه؟ ارنبنا في منور انور. ماشي؟ ماشي. يلا ثانيه واحده ثانيه واحده
ثانية واحدة عشان هتصل بالكهرباء اتصال مباشر. ثانية واحدة. يعني ايه اتصال مباشر؟ يعني الكهرباء هتبقى متصلة في كل جسمي كده. يلا بسرعة قولي أرنبنا في أنوار معروف. عديها عديها قولي. أرنبنا في أنوار معروف. اوعي تخبطيني تاني، اوعي اوعي تخلينا الكهرباء تاني. يلا قولي. أرنبنا في أنوار معروف. لا 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 حرام عليكي، قولي تاني يلا عدي. أرنبنا لا 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 الكذب هينزل عليكي. لا قولي عدي. لا لا قولي بسرعة. لا خلي بالك. حرام عليكي. ليه كده؟ ليه كده؟ اصبري اصبري. طيب يلا قولي. قولي. أرنبنا في أنوار أنوار. أرنبنا في أنوار. لا 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 قولي يلا يلا. اصبري. أرنبنا في أنوار. لا حرام عليكي حرام عليكي حرام عليكي. يلا بسرعة بسرعة قولي أرنبنا في أنوار أنوار. أنت بتعديها. أرنبنا في أنوار مروة. يا ساتر حرام عليكي يا شيخ. حرام عليكي. بجربك. بصي. اه. ارفعي دي. دلوقتي في قدامك صندوق، دخلي بقى ايدك وحاولي تعرفي ايه اللي جوه. ايه ايه؟ دخلي ايدي. لا مفيش قطة. ما يكون في حاجة بتحرك. لا طبعا، دخلي ايدي. ما تخافيش، ده انت لسه اصلا ماسكة الغطا بتاع الصندوق، دخلي ايدي. بصي ده كل ده الغطا. الجردل بينزل، دخلي ايدك حاولي تعرفي ايه اللي جوه. ثانية واحدة. ايه؟ قطة. لا مش قطة. لا. لا لازم تعرفي عشان تكسبي. يلا دخلي ايدي حاولي تعرفي ايه هو. ايه؟ قطه. قلت لك مش قطه. مش قطه مش قطه. والله احلف والله مش قطه والله مش قطه. يعني احلف كده. دخلي ايدك حاولي تعرفي. ها ايه ايه اهو عرفتي بقى انها حاجه ساكته. مش قطه مش قطه والله ولا كلب والله ولا قطه ولا كلب. ايوه بالظبط انت بدات تعرفي ايه بقى. ايه ها حمامه. لا دخلي تاني دخلي تاني دخلي. والله أوش. العظيم مش حمامه. لا لا ما تبصيش من هنا. طب انا قلت ايه؟ هتخسري هتخسري الجايزه انت كسبانه في كل حاجه. يلا دي فاضل دي بس. يلا اخر مره وانا هساعدك المره دي. انا ما عارفش. ماشي انا هساعدك هقول لك الحروف بتاعتها. يلا. ايه؟ يلا. ما عصفوره؟ لا والله مش عصفوره. دخلي ايدك اخر مره اخر مره عشان الجردل هينزل وانت شطوره. لا لا انزل يا جردل انزل. انا مش انت خسرتي سيبي خلاص. واللي كان قدامك ده كان يا دوبك اهو. ارنب. ارنب. ولا بقول ايه اللي بيحصل ولا عماله بقول. وانت حلفتي. ايوه حلفت انه ولا قطه ولا كلب لكن ده ارنب. طب صح.